بسم الله الرحمن الرحيم. دي اما ارسل باك ده سيش تاتي تو سيش تاتي وان. ده حد عنده 48 سنة خلاص وجاي بيشتكي من هيديك ونيك بين. شايف ايه يا اسطى؟ لا دي حالة بسيطة، أنا مخلي أحمد الحالات دي يعني في حالتين كده في آخر المحاضرة إن شاء الله، هما حالتين تقال كده فخلي أحمد ويكد، بس الحاجات البسيطة دي على قد نظري يعني شايفه السيجنال اللي هي واخده الكورد تقريبا كله ده كويس. في سيجنال واخدة الكورد كله من أوله لآخره صح؟ و سي اس اف سيجنال اللي هو وهي تي 1 سي وتي 2 سي سي اس اف سيجنال موجودة في الإيه؟ في الكورد خلاص؟ سيميلر للسي اس اف اللي حواليه لو في تي 1 وهاي في تي في تي 2 خلاص؟ تتوقعي ده ايه؟ مش قديمة، هو ده المنظر بتاع الكورد، كورد سيرينكس اسمه سيرينكس. سيرينكس ده اللي هو عبارة عن ريتيشن للسنترال كنال. ده بصوا ده ده في الدور حتى ممتد حتى لغاية الدورسال اهو، اهو ممتد لغاية الدورسال ريجن. حتى هم عملوا ستير كده، في الستير بيبقى الموضوع اوضح شوية يعني، اكتر وضوحا يعني. شايفها ده اللي هو الدايريتيشن بتاع سنتر كانال. سنتر كانال اللي هو موجوده جوه الكورد دي بالدايركت، فتعمل اللي هو سي اس اف لايك سيجنال دي اللي هي عباره عن كورد ايه، كورد سي خلاص. طيب هي بقى الفكره، لما بلاقي كورد سيرنج زي كده لازم ابص على حاجه مهمه جدا. نعم هو بس كده عادي اللي يعني فين في الكلايفز دي عادي. نعم خلاص. طيب لما ببص على كورد سيجنال القاعده بتقول لازم تبص على التونس. التونس دي ليه؟ سيربلم. ليه؟ لان العينين بتوع كيال اللي هم عندهم لو لاين تونس او تونس نازله لتحت بيبقى معاهم سيرفايكال كورد سيرنجز، بيبقى في تشينجز موجوده للهيمودينامكس اللي موجوده في المنطقه دي، فبيبقى اسوشيت مع دايما كورد ايه، كورد سيرنجز. فدايما لما تلاقي الكورد سيرينكس كده لازم تبص على التونسل. التونسل بتاعتنا العاديه النورمال المفروض بتبقى ما تعديش الفورم الماجنم، الليفل بتاع الفورم الماجنم اللي هو ده خلاص. انا لقيت التونسل دي لو لاين شويه مش كده، والاهم من كده مش مهم البوزيشن بتاعها اكتر من اهم من المورفولوجي بتاعها. المورفولوجي بتاع التونسل لازم اللور بوردر بتاعها يبقى راوندد، ده بوينتد، ده بيك. ايوه عشان محشور، ما هي عشان اتحشرت فبقت بوينتد خلاص. فالبوينتد او البيكت ابيرنس ده بتاع التونسل ده اللي هو ان ليها بوز كده او بوينتد ابيرنس ده، ده يقول ان ذيس از اكيري تايب 1 خلاص. فالعيان ده عنده كيري تايب 1 ماشي واسوشيت معاه سيفنج. زي ما انت شايفه ان ممكن كيري تايب 1 تشخص حد كبير يعني، ممكن يبقى يفضل يبقى عين بيعاني من هيدك بس منفض وطنش لان هو مشكلته الاساسيه لو هيعمل هيعمل هيدك خلاص، وبقى له فتره طويله وممكن تشخصه سن كبير. فالكيري تايب 1 مفيش منه مشكله خالص ان هو شخص في سن كبير خلاص. كيالي تايب 2 غالبا لا، ده بيتشخص في سن صغير ويبقى الموضوع بيبقى معاه بتصير فرصه كلها صغيره، فتلاقي حاجات كتيره جدا هي اللي نازله، ودايما بيبقى معاه كورد ايه، بيبقى معاه في ظهره المين جوسيل او مين ميس الحاجه بتاعت سباين سيرفيس خلاص. هو التونسل اللي نازله دي لو لاين مع الهايدرو سيريس، هم دول كيالي تايب 1؟ لا كيالي تايب 1 هو بس ان التونسل نازله بتاعته وبوينتد من ما ده. لو لقيت التونسل النازله والاهم من ان هي نازله ان هي بوينتد خلاص، بوينتد ابييرنس التونسل دي سيشخص ان ده كاري تايب 1 خلاص. طيب ممكن نعمل ايه للعيانين دولت عشان نتاكد ان ده كاري تايب 1 او ان هو سيستماتيك ولا لا؟ ما تجيش يمين في الاخبار لسه في اول حاله والله. ما تخافيش يعني. بس بتقول لي تحت، بقول لها مش هعرف مين كان تحت، اصل انا كنت شايف شايف فبتقول لي انا هعمل حد دي بس ورا كده ملزقني مركب بعيد عشان ابعد عن الزنقه بتاعتي. اصل تحت فعلا متخلفين يعني، شويه متخلفين. بس فده دي حاله كاري تايب 1 خلاص اللي فيها اللو لاين تونسل والبوينتد تونسل كده خلاص، ان التونسل متبقى ومعاها كورد ايه، كورد سيلينجز. لما بنلاقي دايما كورد سيلينجز لازم تبص على التونسل، حتى لو كناش
يعني هو ما بيبقاش واخدين عنا قوي ان هو التونسل، لان عامل ام ار سي فايت ما ببصش على التونسل، بس لما بلاقي كورد سيلينج لازم ابص على ايه التونسل حقيقه عشان اقدر اقول او احلف ان الكيان تايب 1 ده لا عنده سيمتوماتيك ولا لا. بنعمل له حاجه اسمها ام ار سي سي سيفرومتري. السي سيفرومتري ان شاء الله هجيب لكم مره كيس عنه ونشرحه فيه بالتفصيل. يعني بنشوف السي اس اف فلو عند الفورمنج بلج. المفروض يبقى فيه فري في سي اس اف فلو عند الفورمنج بلج. العين بتوع الكاريتا 1 السي اس اف فلو عند الفورمنج بلج ما بيبقاش فيه فري فلو، وده اللي يقول ان دي ان الكاريتا فعلا مأثر عليه وهو ده يبقى سيمتوماتيك. وعاده ده العين اللي ممكن يتعمل له عمليه يتصلح بيه الموضوع. انما لو العين عنده كاري السي اس اف فلو كان فري، غالبا ما بيبقاش هو ده السيمتو او مش هو ده سبب الشكوى بتاعته، وده ما بيبقاش مش داعي ان هو نعمل له عمليات. خلاص دي حاله بسيطه. هنبدا بالحالات البسيطه واخر حاجتين بقى نخليهم حالات صعبه بتوصل. هنبدا بالاول بالناس ما هي بتتكلم، وبعدين شيماء، وبعد كده مش بتتكلم. ليه؟ ليه؟ لا ما بتكلم مع وفا الكلام طيب يلا يا نسمة دي برضو حالة سهلة. والله سهلة. طيب قول ايه شيماء؟ لا هي سهلة دي شكلها بره. طيب كويس. احنا شايفين ان في ليجن، الليجن موجود في السيرفايكال كورد. اهم حاجة او في ليجن موجود في الـ في الـ في الـ في الـ السيرفايكال ده، في ليجن هنا. الليجن هنا لازم نعرف الاول ده اكسترا ميدلري ولا انترا ده عشان نبدأ نتكلم. اكسترا ميدلري يعني بره الكود، انتر ميدلري جوه الكود، لان اكسترا ميدلري ده ديفرنشال وانتر ميدلري ده ديفرنشال تاني. فده اكسترا ميدلري ليجن صح؟ شكله اكسترا ميدلري. مش حتى مش محتاجين، يعني دايما بيبقى محتارين قوي يعني في بعض الاحيان، مش في الحالات دي نبقى لو محتارين قوي نجيب ايه اكزيان نشوف الكورد فين ديسبليس والليجن فين. لو هو ديسبليسنج الكورد يبقى اكتر ان هو يكون اكسترا ميدلري، لو هو اكسباندنج الكورد يبقى اكتر ان هو يكون انتر ميدلري. بس الحقيقه دي واضحه حتى في السيشتر ان الليجن كله اكسترا ميدلري وعامل زي كورد او ديسبليسنج كورد وانديتنج كورد من ورا ايه من ورا قدام. فده انا عندي اكسترا ميدلري ليجن موجود عند الليفل بتاع سي 2 3 4 5 فيرتبري خلاص وبوستيرلي وعامل ديسبليسمنج او انديتنج الكورد اللي قدام خلاص. السيجنال بتاعته اللو او انترميديت في تي 1 ولو سيجنال شويه في ايه في تي 2 خلاص. طيب ايه الديفرنشال عندنا الاكسترا ميدلر ليجنز؟ مننجيوما شوانوما. دلوقتي الاثنين اشهر اثنين ودلوقتي لازم نعرفهم، مننجيوما او شوانوما دلوقتي اكثر اثنين. في حاجات ثانيه رير شويه منها البارانجيوما والميتاستاس. البارانجيوما والميتاستاس دول رير بس مش مهمين، يعني ده مش اقل اهميه خلاص. خلينا نقول لما الاقي في اكسترا ميدلر ليجنز انا بفكر عاده في المننجيوما والايه والشوانوما. طيب ازاي نفرق ما بين دولت اذا كانت دي مننجيوما ولا شوانوما؟ نبص على بعد السبغه، العين ده اتحقن سبغه خلاص. ده تي 1 بعد السبغه. ايه رايكم في الليجن بعد السبغه؟ خد راذر هوموجينس انهانسمنت بعد السبغه. انا هجيب لكم تي 1 قبل السبغه وتي 1 بعد السبغه، ونبص كده نلاقي ان الليجن كان هنا اهو والليجن بقى اهي خد منور بعد السبغه، يبقى خد راذر هوموجينس كونتراست انهانسمنت. مش بس بعد الهوموجينس ان هو رادر هوموجينس انهانسمنت، ده بان حاجه كمان ان دي ديورال تيل بالظبط، ان الليجن ده ليه هنا ايه شايفين ديورال ايه ديورال تيل. فكده الموضوع واضح ان ذيس از ا مننجيوم سيرفايكال كورد مننجيوم ليها برود اتاتشمنت للديورا خلاص، ليها ديورال تيل واخده هوموجينس انهانسمنت. وحتى في التي 2 زي ما قلت لكم اتفقنا ان السيجنال بتاعت مننجيوم في التي 2 دايما ما بتبقاش هاي، تبقى سام سورت اوف لو، لان دي من ضمن الهاي سيلولار نيوبلاز. لو عملنا للعيان ده ديفيوجن هتلاقي الليجن ده في ديفيوجن ايه ديفيوجن ريستريكشن. بس احنا في الديفيوجن في السباين ما بنعملوش كتير عشان في عظم كتير وفي بتاع فبيبقى في ارتفاكت كتير، بس بقى يتعمل يعني ممكن نعمل ديفيوجن في الايه في السباين عشان نشوف اذا كان ده في ديفيوجن ريستريكشن ولا لا. طيب ليه ما ينفعش تبقى شوانوما؟ صح المكان بتاعها دايما الشوانوما تبقى ريليتد للنيرفات. النيرفات في السباينال كورد ليها علاقه بين النيورال اكزيت فورمن، فلاقيها مسيطره على النيورال اكزيت فورمن، دي ما لهاش علاقه بالنيورال اكزيت فورمن. كمان الشوانوما بيبقى فيها اكتر سيستيك تشينجز، ما بيبقاش فيها دي ما بيبقاش مش ما فيهاش سيستيك تشينجز.
كمان والاهم من ده هو وجود الديورال تيل اللي بيقولوا ان دايما الديورال تيل ده حاجه تقدر مميزه جدا للمينجوما، فبنبيز نقدر نميز بيها ان ديز سيرفايكال كورد مينجوما. خلاص اه بس دي مش سيستك. انا امتى اقول ان دي سيستك؟ امتى اقول ان هي سيستك؟ لو كان السيجنال كاركترستيك في تي 1 في تي 2 شبه السيست اللي هي ايه لو في تي 1 وبرايت مش هاي، برايت يعني هاي قوي 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 في تي 2 وما خدتش حد سبب وما خدتش سبب وقتها. ايوه بس هي في تي 2 عامله ازاي؟ يبقى ما تنفعش تبقى سيستك. ما انا مش قصدي ان سيستك، انا قصدي ان الليجن كده مش واخد هوجنز قلت درازر هوجنز درازر هوجنز ما ماشي اشوفها في الاكسل اوريك بعد السبب حاضر في الاكسل. هي شايفة؟ هي؟ ستي والله ما قلتليش حاجة يعني. وبصي هقولك هقولك يا ناسي حتى لو الحتة اللي في النص اللي انت شايفها ان هي تقريبا واخدة مش او مش واخدة سابقة، لو قارنتيها في القبل السابقة هتحس ان هي منورة عن قبل السابقة، فهي خدت فين تنهانس خلاص، فهي اكيد حتى دي مش صورة يعني. انا اصلا يعني لو هقول ان لو هي فرض ان هي ما خدتش سابقة فتبقى الحته دي هتبقى اقرب ان هي تبقى بيكنج داون او فايبروزس من ان هي تكون سيستيك اريا. ليه؟ لان هي اصلا في التي 2 مش برايت في التي 2 خلاص. نبدا نخش في الحاجات الصعبه شويه. ده فحص ايه؟ ده فحص ايه؟ لور من سي تي انجيو لور ليب. خلاص ايه المشكله اللي احنا شايفينها؟ صح الارتري والفين منورين. انا المفروض ان انا اعمل انجيوجرافي ارتريوجرافي يعني، فانا المفروض ان انا اشوف بس الارتري. لقيت ان على الناحيه اليمين هنا ان الارتري جنبه فين، ارتي جنبه فين، انما هي الناحيه الثانيه دليل الناحيه الثانيه ان الارتري ده نورمال، ده الارتري اهو من غير ما جنب يبقى جنبه فين. طيب احنا لما بلاقي ارتري وفين يبقى بشك فيه فيست القاعده. لو لقيت ارتري وفين مع بعض من غير ما الاقي يعني ده اللي واخد عيني، ان لقيت ارتري وفين جنب بعض يبقى افكر فيه فيست. عيان ده جايب ستاب كان عنده هيستوري في ستاب بتاع في رجله خلاص، وجاي يعمل له سي تي اي سي تي انجيوجرافي، فلقينا ان الارتري والفين هما دول اللي موجودين في الصوره في الناحيه اليمين هما منورين مع ات ذا سيم تايم، يبقى دي از ارتيريو فينا شانتنج وبفك شك في ارتيريو فينا سيستر. خلاص ده البتاع الصوره بتاعته اللي هو الاكزيال اللي احنا جبنا منه ريكونستراكشن بتاع 3 دي. ده زي ما احنا شايفين هنا من اول ما نزلت الاي بي سي منور خلاص، وده في ارتيريال فيز وده معناه ان في ارتيريو فينا شانتنج. لو بصينا على الناحيه اليمين لقينا ان في كومن ايلياك ارتري وراه كومن ايلياك فين، ده منور هنا مش منور هنا، يبقى اكيد في هنا شانتنج لان الفين ما ينفعش ينور بدري كده خلاص، يبقى في ارتيريو فينا شانتنج. ننزل كمان نلاقي ان حتى سوبرفيشال فيمورال وراه سوبرفيشال فيمورال فين اهو، سوبرفيشال فيمورال وراه سوبرفيشال فيمورال فين، ففي هنا ارتيريو فينا شانتنج. الناحيه الثانيه مفيش حاجه، سوبرفيشال فيمورال ارتري وفين كمان لكل ده منورين خلاص، منورين الاثنين بالبوبليتيال، حتى البوبليتيال لقيت بوبليتيال ارتي وبوبليتيال فين منورين مع بعض، يبقى لسه شانتنج موجود خلاص. انا كل ده سيرشنج فور سايت اوف فيستر، عايز ادور فين سايت اوف فيستر لحد دلوقتي. نعم لا بالعكس الفيستر بتبقى من تحت يعني غالبا تحتيها او ديستال ليها بلاقي الدنيا اتظبطت خلاص، وانا بادئ من فوق لتحت ومش شايف اي حاجه كوميونيكيشن ما بين الاثنين. انا بفضل نازل هنا شايفين هنا الفين والارتي الاثنين فتحوا على بعض. لو كده بصيت تاني ارجع تاني، ده البوبليتيال ارتري وده البوبليتيال فين خلاص. انزل كده شايفين في لسه سيبريشن ما بين الاثنين، كله ده موجود. نزلت كده هنا شايفين الفين والارتري الاثنين ار شايفين مع فاتحين على بعض، مفيش اي ما بينهم اي سيبريشن. ده مكان السايد اوف فيست، مكان السايد اوف فيست العيان ده خد ستاب من هنا فتح له الارتري على الفين، البوبليتيال ارتري على البوبليتيال فين، وبعد كده الشانتنج كل البروكسيم شانتنج ده سبب الفيستولا دي. شانتنج ديستالي ما بيبقاش يعني، الشانتنج دايما يبقى بروكسيمال سايد اوف فيستولا ما بيبقاش ديستالي سايد اوف فيستولا. يعني الشانت الارتري والفين الشانت هنا او الفيستولا هنا، وكل ما هو بروكسيمال ليها في ارتري وفينا الشانت.
ديستال ليها بيبدا يقل الشنط خالص لحد ما يختفي. شايفين هنا بقى رجع تاني الارتري ارتري ارتري ما فيهوش جنبهم ايه مش جنبهم فين والفيستر هنا اختفى او الشنطنج هنا اختفى. الشنطنج دايما بيبقى بروكسيمال للسايت اوف فيستر مش بيبقى ديستال للشنط اوف فيستر. ماشي خلاص. ممكن ديستال للسايت اوف فيستر يحصل ستيل يعني ممكن يحصل لو الفيستر كبيره ممكن يحصل ان الارتريز تبدا تاتنيويت. ليه؟ لان كل الدم مسحوب من فوق فيبدا العيان يشتكي من اسكيمي مانيفستيشن بتاعت اسكيمي خلاص. فممكن تلاقي ان الديستال للارتريز ان الارتريز تبقى اتنيويتد او ممكن تبقى حتى في بعض الاحيان تتقفل يبقى في اوكلوجن خلاص ماشي. بس ما بيبقاش في شانتنج ما تلاقيش في ارتروفين. الشانتنج دايما بيبقى بروكسيمال للسايت اوف فيسترا يبقى العيان ده عنده بوبليتيا ارتيروفينس فيسترا وعنده شانتنج ارتيروفينس شانتنج زي ما احنا شايفين خلاص ماشي. لما بلاقي ارتيو الصوره في عيني ارتيو فين مع بعض بس هو ده اللي واخد عيني يبقى دي ارتيروفينس فيسترا خلاص. الشانتنج ده بيحصل مع حاجات كتير او هاي فلو بس لو لقيت اللي واخد عيني بس الشانتنج يبقى هو ده الايه الارتيروفينس سيستم. الارتيروفينس سيستم بيبقى بس ارتيروفين دايليت مبيبقاش معاهم حاجات تانية. في evidence of arteriovenous fistula is seen at the popliteal artery evident by communicating او direct communication between popliteal artery and popliteal vein associated مع early venous filling او early venous calcification of the popliteal كل بقى الفينز البروكسيمال دي بس. يعني اهم حاجه انك توصف الفيستولا فين مكان الفيستولا خلاص. والفيستولا دي اذا كانت كوميونيكيتنج دايركتلي ولا في ما بينهم انيوريزم فورميشن خلاص. والشنطنج اللي موجود والشنطنج اللي موجود ده هل في انيوريزم فورميشن بقى في انيوريزم فورميشن ولا ما فيهوش. وديستال ليه الفيستولا دي هل في اتنيويشن او ستيل ولا لا. ماشي طيب دي حاله من برضه من ضمن الحالات الظريفه واللي احنا اتكلمنا عليها او جبنا حاله شبيهه ليها قبل كده. ده ولد صغير خلاص وكان جاي بيشتكي من مشكله في عينه مش عايز اقول لكم اي عين بس يلا يلا عينه اليمين صح. طيب ماشي طيب شايفين ايه يا شباب؟ شايفين في اوسيليشن في الميتال كابيتال على الناحيه اليمين في بورر ريتيشن في اللامينا فيشر ماشي في سوفت تيشو دنسيتي جوه الاوربيتال كده كويس كويس. السوفت تيشو شيتس دولت اللي موجودين اللي احمد بيتكلم عليهم هم خلاص تقدر تشوف مكانهم احمد بالظبط في الاكسترا كورنر سبيس صح. فاضل حاجه بص ست تمام يبقى this is a sheet موجود in the extra corner space. ليه؟ لان هو العضلات اهي والسبيس اللي بيبقى بره العضلات دي يسموه extra corner space. السبيس اللي جوه العضلات هنا يبقى يسموه intra corner space. الشيتس ده اللي موجود اكسترا انت اكسترا كورنر سبيس احنا عندنا اكسترا كورنر اللي اما يكون ورا يسموه بوست سيبتر اللي اما يكون قدام ناحيه الايلت يسموه بري سيبتر. هنا احنا باين ان هنا احنا ورا فده بوست سيبتر ايه بوست سيبتر ايه بوست سيبتر سبيس. يبقى انا شايف في شيت كده موجود في الميديال والانفيريور اسبكت بتاع البوست سيبتر اكسترا كورنر سبيس بتاع الرايت اورنر خلاص. طيب السبيس ده كنا متفكرين او كنا قلنا الديفرنشال فيه قليل قوي لما بلاقي فيه في السبيس ده ليجن تفكروا في ايه؟ اشهر حاجه بتحصل في السبيس ده كنت شفت كنت محاضره بتاعت الاوربت احنا كنا بنقسمها كومبارتمنت او سبيسز وكل سبيس كنا بنقول في ليجنز الاكسترا كنا بوست ست السبيس كان بيبقى فيه ايه؟ اشهر حاجه كان بيبقى فيه السولايتس اوربتال سولايتس الانفكشن اوربتال سولايتس والسفر اوسيال ايه والسفر اوسيال ابسس خلاص. ده كان اشهر حاجه بتحصل في البوست سيبتال اكسترا كورنر ايه في البوست سيبتال اكسترا كورنر سبيس خلاص. والحقيقه هو ده المنظر بتاع الايه بتاع الايه الانفكشن اللي موجود اللي هو اي نوع بقى ده اوربتال سولايتس ولا سفر اوسيال ابسس. لو هو سولايتس يا شيماء مش هتلاقيه ديفايند مش هتلاقيه ليه وول كده شايفه ده كونتين. لو هو كونتين ليه وول يبقى ده ما ينفعش يبقى اوربيتال سولايتس ده يبقى اقرب ان هو يكون سابري اوستيال ابسس خلاص. سواء كان سابري اوستيال ابسس او اوربيتال سولايتس اللي ياكد الموضوع ايه
اللي ياكد ان هو ده فعلا انفكشن ايه، ان دايما يكون ريليتد لي او نير باي لي دايما يبقى في ساينوسايتس. وزي العيان ده، العيان ده عنده ايثمويد والماكسيلاري سيرس باسيفاي فدايما ريليتد للباثولوجي ده دايما تلاقيه ادجيسنت ايه ساينوسايتس. فدايما بتقول عشان اشخص اذا كان ده عنده اوربيتال سايتس او سوبر اوسيال ابسس، الاقي المشكله موجوده في البوست سيبتال اكسترا كورنال سبيس. ده اول حاجه. تاني حاجه ان هو دايما ريليتد لي باي نير باي، ان في دايما ساينس او ساينس از اوباسيفايد. خلاص. طيب عشان افرق ده هل هو اوربيتال سولايتس ولا سوبر اوسيال ابسس، وده الحقيقه الاثنين مهمين، الاثنين تفرق اذا كان ده اوربيتال سولايتس ولا سوبر اوسيال ابسس ازاي. لو لقيت المشكله دي از كونفايند كده وليها وول وليها ليميت، خلاص، يبقى ده الاقرب ان هو يكون سوبر اوسيال ابسس. الاوربيتال سولايتس بيبقى مور ديفيوز، ما بيبقاش ليه ديفينيشن. ده حاجه. تاني حاجه ان دايما بيوصفوا سوبر اوسيال اس ان هو دايما بيبقى لينتي فورم، يعني باي كونفكس. ليه؟ لان هو تحت البريوستم فهو بيرفع البريوستم، فدايما تلاقيه لينتي فورم كده، انما الاوربيتال سلايس تلاقيه سايح. خلاص. فده الايه، ده عيان عنده عيان. واحنا قلنا لو كنت فاكرين برضو سواء الاوربيتال سلايس او السوبر اوسي اكس كان اشهر في الكبار او الصغيرين، كان اشهر في الصغيرين، وكنت حتى بصوره الطفل وهو عين ورمه وكده كان فوق اكتر في الاطفال زي الحاله دي. دايما قلنا دايما بيبقى مشكلته ان هو ريليتد نير باي ساينوسايتس، بيبقى كومبليكيشن ساينوسايتس. وقلنا خلي بالكم من السبر اوسي ابس اتس ان ايمرجنت، والاوربيتال سولايتس برضو ايمرجنت، لان احنا بنخاف ان يسبريد من الساينس للكافيرنا ساينس. والسبر اوسي ابسس مشكلته ان هو بيرفع انترا اوكولار بريشر، وممكن يعمل اسكيميا والاوبتيك نيرف، وممكن يحصل اوبتيك نيرف اتروفي. فكنا لازم نقول هل الاوربيتال سولايتس ده مقاس السبر اوسي ابسس ده مكانه فين، مقاسه ايه، واذا كان معاه بروبتوس ولا لا، واذا كان معاه تينتنج للسكليرا من ورا ولا لا. كل الساينز دي تقول ان في اليفيشن انترا اوكولار بريشر لازم يخش يفضيه. خلاص. فديس من ضمن الحاجات الامرجنت، العيان ده اللي هو عنده اوربيتال سولايتس معاه سبر اوسيال ايه سبر اوسيال ابس، ده اوربيتال سولايتس معاه سبر اوسيال ايه سبر اوسيال ابس، تمام. ساينوسايتس معاه اوربيتال معاه سبر اوسيال ابس، ساينوسايتس معاه سبر اوسيال ابس. ماشي. مالك يا نسمة حبيبي؟ أنا تخيل الوصف عشان بس بقى دي أول مرة تسمعي. ماشي. بس ده أهو شايفين، ده كل ده اللي لازق على الول، ده عبارة عن إيه سبري أوستر أبس. طبعا العيان ده لو عمل MRI هشوف البريفرال انهانسمنت أكتر، هشوف إذا كان في ديفيوجن ريستريكشن أكتر ولا لا. خلاص. هيبقى في ديفيوجن ريستريكشن في ده. ماشي. المهم انا ببدا لما الاقي في مشكله موجوده في الاكسترا كورنر سبيس، ليميتد الاكسترا كورنر سبيس، لازم ابص او افكر في انفكشن. اللي ياكد الكلام ده لو لقيت نير باي ساينوسايتس جنبه لازم منه ساينوسايتس، يبقى ده اقرب ان هو يكون انفكشن جاي من الساينوسايتس، هو ده الدخله بتاعه الموضوع. خلاص. ماشي. دايما باثولوجي في الاوربت اسموه زي ما قلنا، الباثولوجي ده موجود انترا كورنر ولا اكسترا كورنر، سرقونا ده البريسبتر ولا البوست سبتر، ولا هو واخد اكتر من سبيس. كل الكلام ده مهم، لان كل ده ليه ديفرنشال بالنسبه لنا. ماشي. طب هو كده العظم كويس؟ لا طبعا العظم ريفايد. نعم. ريفايد. دي حاله من ضمن الحالات الحلوه والظريفه برضو، المفروض ان احنا جبنا برضو سيرتها قبل كده. ده عيان عنده 38 سنه، عيان عنده 38 سنة. خلاص. عنده ايه في الصورة دي؟ هو جاي يعمل MRA. خلاص. MRA. ماشي. واحنا MRA بناخد برين فلير اكزيال برين فلير، وبعد كده ناخد سيكونس بتاعت MRA على الايه، على السيربرال والكاروتيد وكده. خلاص. في الصورة دي عنده ايه؟ ايوه دي ايه؟ في حاجات هنا صح؟ ماشي. الحاجات دي اولا، الحاجات دي عباره عن اريا اوف سي اس اف سيجنال سراوندد باي ريم اوف جرايوس، اللي هو عباره عن المثال الكلاسيكي دي الكرونيك انفاركشن. لا مش سي اس اف، مش ده فيه. السراوندنج ده الريم ده هو ده الجلايوس. خلاص. اللي جوه دي هي دي سي اس اف. ماشي. فده CSF like signal in the center of surrounded by a ring of grays، دي حاجة قديمة غالبا دي chronic lacunar infarct.
انا بقول لكم خلاص الكم ده, ده انا بقول لكم ان دي كرونيك لكن انا فاهم المنظر كده. المطلوب بقى المطلوب المكان بتاعها ده ايه؟ المكان بتاع كرونيك لكن انا فاهم ده بتاع ايه؟ ده مكان مشهور لحاجه ده اللي هو بالظبط اللي هو ووتر شيد صح؟ اللي هو ما بين الديستريبيوشن بتاع الانتيريو سريبرال والميدل سريبرال اللاين ده او الحته دي هي اللي هي بتاعه الووتر شيد خلاص. فالعيان ده اللي عنده 38 سنه عنده كرونيك لاكنر انفاركت موجوده ان ذا ووتر شيد ايه ان ذا ووتر شيد اريا. قاعده احنا اللي احنا قلناها قبل كده لما تلاقي ووتر شيد اريا بص على على انترنال كاروت ارت ببصش على الانتيريو سريبرال ببص على الميدل سريبرال المشكله ما بتبقاش هنا غالبا بتبقى المشكله في الام اللي هي الانترنال كاروت ارت زي ما ببص على الانترنال كاروت ايه ارت. طيب فده الايه الانجيو بتاعه الام ار اي بتاعه خلاص. طيب الام ار اي بتاعه ده شايفين حاجه في الكاروتيد احنا كانت المشكله شمال صح الكرونيك لكن يعني فرقت شمال. ايه رايكم في الكاروتيد الشمال ان ريليشن الكاروتيد اليمين اتنيويتد الشمال شويه ديفيوز دي اتنيويتد وحتى تحس الكونتراست اللي فيه او الـ او الفينتر شويه فهو اتنيويتد شويه عن الايه عن الناحيه اليمين. فده يؤكد ان في مشكله في الكاروتيد اللي موجوده على الناحيه اليمين. طيب السؤال بقى ده عيان عنده 38 سنه هل انتوا تكتبوه ان هو اتنيويتد كاروتيد ارتري وخلاص هو عنده 38 سنه؟ لا يبقى لازم تراعوا شويه ان عيان ده مش عيان. لو عيان كبير اقول لك ده ممكن يبقى استروز وبتاع واتنيويتد كاروتيد ارتري ماشي خلاص. انما عيان صغير لا لازم ابقى اهتم شويه واقول ايه سبب الاتنيويشن الكاروتيد ارتري لعيان عنده 38 سنه ما عندوش دايابيتس ولا عنده ولا هايبرتنشن. يبقى لازم نبص كويس على الكاروتيد ده الفوليوم بتاع الام ار اي. احنا بنعمل ام ار اي بناخد الفوليوم الاول وبعد كده نعمل منه 3 دي بتاعه خلاص. الام ار اي ده الفوليوم بتاعه اهو بتاع الكاروتيد. اول حاجه الكاروتيد ده السيجمنت بتاعت الكافيرنس سيجمنت اهو دليل باين ان هي طبعا اصغر من الناحيه الثانيه اتنيويتد على الناحيه الثانيه خلاص و ليس اوباسيفايد عن الناحيه الثانيه. شايفين ده بده ده طبعا اصغر. طيب مشينا معاه كويس بقى لازم نكزامن الكاروتيد كويس جدا عشان ايه نشوف ده واحد عنده 38 سنه. طيب ده البيترا سيجمنت بتاعته برضو اصغر من الناحيه الثانيه. طيب مشينا معاها شايفين هنا هنا شايفين حاجه معينه ده لسه دخلت الايه دخلت الكاروتيد في البيترا سيجمنت. نعم الحته اللي فوق دي في ثيكرنج صح يا شيماء موجود في الارتري هنا في تيكنج موجود في الارتري وايه كمان؟ ايوه صح صح صح. طيب سبتيشن في الارتري دي اللي هي ايه؟ اللي هي ماشي لا لا السبتيشن دي لما تلاقي في سبتيشن موجوده في الارتري ده معناه ايه؟ استنى انزلكم كمان شايفينها السبتيشن دي؟ سبتيشن موجودة في الارتري دي معناها ايه؟ لما بتلاقوا في سبتيشن موجودة في الارتري دي دي فلاب دي فلاب شايفين؟ دي فلاب موجودة في الارتري خلاص؟ شايفين الفلابة اللي موجودة دي؟ اللي ماشية دي؟ ده في الارتري شايفين الفلابة دي؟ ده مثال على الكاروتيد دايسكشن. الدايسكشن مشهور جدا 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 في الاورطة وده بنشوفه كتير في الاورطة. انما الكاروتيد دايسكشن والفيرتيبرال دايسكشن دول مش كومن الحقيقه بيتشافوا في الناس الصغيره بعد تروما. يعني عيان ده التروما بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن الشيرنج موفمنت اللي هو مثلا يبقى راكب عربيه او راكب حاجه ومره واحده وقف فحصل ايه؟ حصل الشيرنج موفمنت ده بيعمل شيرنج للايه؟ الكاروتيد او الفيرتيبرال فيعمل نوع من انواع الدايسكشن اللي بيحصل فيه الكاروتيد او الفيرتيبرال يسموه كاروتيد دايسكشن او فيرتيبرا دايسكشن. ده مثال على كاروتيد دايسكشن مش كومن بس مثال على ان هو سبب من اسباب اللي يعمل اتنيويشن للكاروتيد ارتري في ولد صغير او في حد صغير خلاص. فدايما دايما حد صغير عنده مشكله في الارتريز لا لازم يبقى مش اثيس كارو هو مش دايابيتك ولا هايبرتنسيف لا يبقى لازم نهتم بيه شويه. يبقى الموضوع مش بس ده اتنيويتد وخلاص لازم ندور عليه. ده مثال على الكاروتيد ايه كاروتيد دايسكشن. لو رجعنا على 3 دي تاني
نبدا نبص هل في فعلا الفلابه دي موجوده ولا مش موجوده ولا كان بيتهيأ لنا. لو بصينا شويه هنا شايفين دي، شايفين بتاع اللي ماشيه في النص دي اهو، شايفينها دي، دي الفلابه اللي كانت ماشيه في الايه في الكاروتيد. خلي بالكم الكاروتيد سيكشن ده بيتشاف خلاص، بس احنا عشان مش عارفينه فمش بنمس خلاص. خلي بالكم دي حاجه، ده حاجه مهمه، الكاروتيد والفيرتيبرا، الكاروتيد والفيرتيبرا في حاله ناس صغيرين. على فكره العيان ده عمل برضو سي تي انجيو، بس للاسف انا ما جبتش الفوليوم بتاعه عشان اوريه لكم اكتر، بس هو برضو يعني عندنا في الـ في الـ في الانجيو العادي واضح اكتر، يعني الفلابه هنا مش باينه قوي زي الام ار اي. لو كنت جبت لكم الفوليوم بتاعه كان هيبين الفلابه اللي موجوده في الـ في الـ في الكاروتيد اكتر من هنا، بس هو مش باينه قوي في الـ في الـ في السي تي انجيو خلاص. بس ده حل كاروتيد دايسكشن. الفكره جت ازاي؟ يعني انت شفتوا السيكونس جه ازاي؟ بصيت على ووتر شيد على البرين، لقيت ان عنده ووتر شيد انفاركشن، ووتر شيد انفاركشن بصيت على الكاروتيد، معناها ان انا لازم ابص على الكاروتيد. كاروتيد اتينيويتد، طب اتينيويتد فايت صغير، لا يبقى لازم ابص عليه بحرص، لان مش مجرد اثيسكلوز وخلاص، يعني ده مش وداع. بصيت عليه لقيت فيه فلابه موجوده خلاص، فلابه في الكاروتيد يبقى او في ارتري، ده معناه دايسكشن. دايسكشن ان ذا كاروتيد ارتري ده عيان عاده بيبقى سبب من الاسباب المشهوره بعد التروما خلاص. ما هو انا لما بعمل دايسكشن بلاقي ان الفلو في الفولس اليومن دايما بيبقى ايه؟ بيبقى ابطا من الترو اليومن، يعني لان انا قسمت الارض، فالفلو اللي موجود في الفلو في الفولس اليومن بيبدا يثرومبوز، اليومن ده بيبدا يثرومبوز لان الدم بدا يبقى فيه فلو بدا يقل خلاص، فيبقى اسهل ان يحصل ثرومبوز خلاص. ففي ميورال ثرومبوز بدات تحصل في الوول بتاع الارض ده 60 يوم. هو اللي عنده وبين بيشتكي من فرش كل شويه يجي له انفاركش، ما عنده الاتينيويشن اللي موجود ده اللي بيحصل ده، عامل له اسكيميا وكل شويه يعمل له انفاركش. ماشي؟ طيب دي حاله ظريفه برضو، ده عيان جاي بيشتكي من ان هو عنده مشكله في ودنه الشمال وان هو ما بيسمعش بيها وجاي يعمل ام ار بيتراس خلاص. طيب فجاي ام ار بيتراس، احنا شايفين هنا ايه في الماستويد صح، اللي هو ماستويد اير سيلز كده. طبعا احنا بنشوف كده بنقول ان ذيس از ايه ماستويدايتس او اوتو ماستويدايتس خلاص. احنا دورنا في الام ار بيتراس، الام ار بيتراس مش دورنا ان انا ابص على الاكسترنال اير ولا الميدل اير ولا الكلام ده. انا دوري في الام ار بيتراس ابص على الانر اير وبص على الانترنال اديتري كانال والسيربيلو بونتاين انجل خلاص. هو دوت اللي انا دوري في الام ار بيتراس بتاع العيان ده ابص عليه. اكتر انا جبت لكم 3 دي بتاعه اهو، ابص كويس على الانر اير اشوف فيها انر اير انومالي ولا لا، في ابدومات في الانر اير ولا لا، الفيستيبيول السمسكر كانال والكوكلا، ابص على الانترنال اديتري ميدس، ابص على النيرفات اللي داخله 7 و8 كده النيرف هنا، ابص على السيربيلو بونتاين انجل، ابص على البرين ستيم اذا كان في مشكله في المنطقه دي. انما عشان ابص على الميدل اير او ابص على الماستويد او ابص على الكلام ده مش دور الايه الام ار اي، ده دور اكتر الايه؟ دور اكتر اس تي خلاص؟ فبالتالي لو جت لي حاله زي دي هقول العيان ده عنده والله ما بيسمعش ودنه الشمال، فشكلها عنده ايه؟ هقول عليه ان هو في او شيفت، ان في اوباسيفيكيشن الماستويد خلاص؟ واقول ان ده اول ما بشوف كده بقول ان ده على طول ايتس ماستويدايتس، لا ممتد لقدام شويه وماخد الميدل اير، هقول عليه كمان ايه لا زي كده، هقول عليه ان ده اوتو ماستويدايتس وخلاص، الموضوع هيخلص على كده والموضوع كده ايه خلص خلاص. بس العيان ده صدفه يعني والحمد لله ان هو صدفه، انا دايما ببص عليه في الباستويد بعد ما ببص او بعد ما بعمل اكزامينيشن للبيتراس في الاكزير الاساس ببص عليه كرونر خلاص. وانا ببص كرونر شفت ايه بقى هنا؟ صح شايفين؟ في الجزء من البرين از هيرنييتد ان ذا روف بتاع البيترس، شايفين ده؟ ده برين تيشو داخل جوه الايه؟ جوه البيترس. ده الحاجه اللي قلت لكم عليها المره اللي فاتت، المثال الثالث بتاع السي سيف راينوريا وانكفالوسيل. الروف بتاع البيتراس بارك او بيتراس بول ده من ضمن الساينس اللي ممكن يحصل فيها ايه؟ ممكن يحصل فيها انكفالوسيل خلاص.
اللي يحصل فيها ايه؟ ان تبقى ضعيفه ويحصل فيها السي اس اف يليك، والعيان ده وقتها لما يشتكي يشتكي من لو تم بريك من برين سليم يبقى يجي يشتكي من بوست نيزل ديشارج او بوست نيزل ديشارج اللي هو سي اس اف، او لو تم بريك من برين مخروم يبقى يجي يشتكي من ايه؟ من اوتو ريل ان هو ويد معاملات نزل سي اس اف موجود. خلاص؟ طيب اتفقنا المره اللي فاتت برضه لما الاقي فيه انكفالو سي او سي اس اف يبقى ادور على لا الكريز انتراكرينال هايبرتنشن ايديوباثيك انتر ساينز بتاع ايديوباثيك انتراكرينال هايبرتنشن. هل العيان ده عنده ساينز اوف ايديوباثيك انتراكرينال هايبرتنشن ولا لا؟ لانه اتفقنا ان العيان ده لو صلحت له ايديوباثيك انتراكرينال هايبرتنشن كل ده هيخف عنه. خلاص تمام. فايه الساينز اللي احنا كنا قلنا عليها؟ نبص عليها، بص على اوبتيك نيرف ايه كمان في الصوره دي، بص على وميكلز كيف. رايكم في ميكلز كيف؟ ميكلز كيف دي ار بروميننت. ايه رايكم في السله؟ بارشل امتي سله، صح بارشل امتي سله. لو جينا نبص على الاوبتيك نيرف هنلاقي ان في السي اس اف اللي حوالين الاوبتيك نيرف فيه، فده عنده ايديوباثيك انتركرينيال هايبرتنشن، فده عيان عنده ايديوباثيك انتركرينيال هايبرتنشن ومعاه بيترس انكفالوسين وكل الميه اللي موجوده في الماستويد دي مش ماستويدايتس، ده عباره عن سي اس اف ليك، يعني الماستيفيكيشن الماستويد ده عباره عن سي اس اف ليك موجود جوه الماستويد ايه؟ ايرسلز. خلاص تمام. يبقى العيان ده يتحول من عيان كنت هنشخصه ان هو اوتو ماستويدايتس ليه ايه؟ ليه بيترس انكفالوسين ومعاه ايديوباثيك انتركرينيال ايه؟ ايديوباثيك انتركرينيال هايبرتنشن. خلاص العيان ده عشان كنا نتاكد بس عملنا له ايه قبل جبناه عشان نتاكد فعلا ان احنا شايفينه ده ديفكت ولا مش ديفكت، عملنا له بون سي تي كرونال او بتاع، شايفين هنا بيترس بيترس ايبكس بيترس روف بتاع بيترس شايفينه از ديفكتيف. خلاص وكل الهرنيت ده فعلا از ابرين تيشو وهو هو عنده انكفالوسيت فعلا وكل ده سي اس اف ليك. تمام دي حاله بتاعت الايه بيترس ايه انكفالوسيت. انا قلت لك المره اللي فاتت جبت حاله عندي حاله وجبتها. صح احنا قلنا بقى مرات الاماكن الويك غير اللي غير اللامنا غير الكريبليفورم بليت والسفينويد روف سفينويد روف اللاتر وينج بتاع السفينويد وكمان الايه بيترس ايه بيترس بول. ماشي ماشي. طيب اخر حاله بقى دي حاله صعبه شويه ودي انا خليها لاحمد هو اللي يتكلم. هو صحيح احمد بيتكلم في كل الحاجات بس يعني طيب بص انا هقول لكم هو جاي بايه. هو عيان جاي ب هو جاي ان هو مركب عنده هيستوري ان هو مركب بالمونري ارتري ستنت بالمونري ارتري ستنت. خلاص وجاي يشوف البالمونري ارتري ستنت اخبارها ايه. خلاص طيب واحده واحده كده. ده عملنا له سي تي انجيو بالمونري. خلاص بالمونري انجيو وشفنا الستنت اللي هو مركبها فين موجوده فين في الرايت بالمونري ايه بالمونري ارتري. طيب الستنت دي زي ما احنا شايفينها it is more or less patent يعني فيها جزء منها patent بس هي فيها ايه؟ فيها some sort of mural thrombosis هنا. خلاص في mural thrombosis مضيقه شويه ولكن في جزء منها still ايه؟ still patent ولكن it is attenuated طبعا وفي الجزء اللي هو ده mural thrombus اللي موجود. بقيه البرانشات بتاع البلمونري في هنا برانش معقول بس في هنا برانش ايه مقفول. فهو العين ده كان شكله عنده thrombosis موجود في البلمونري artery وقالوا عشان نوسعه نحط ايه؟ نحط لنا ايه؟ نحط ستنت. خلاص؟ ده كان قصه العيان لحد دلوقتي. طيب واحنا بنكزامن الارتري ده لقينا فيه حاجه غريبه، نبدا بقى نشوف واحده واحده. ده السيكونس اللي بعديه. شايفين ايه يا شباب الغريب في الموضوع هنا؟ الله ينور عليك. السوبر بلاكيفا بتاع العيان المفروض ان الاورطه ده يبقى جنبه هنا سوبر بلاكيفا، سوبر بلاكيفا هنا ماله؟ مش موجود. خلاص طيب مش موجود ده كونجينيتال يا احمد ولا مش موجود ترومبوز؟ طيب ايه اللي مع وايه اللي مش مع ان ده ان ده مش موجود؟ في كولاترز دي مع ان هو يكون كونجينيتال موجود ولا ان هو ترومبوز؟ يعني لو وجود هو فعلا في كولاترز ودي معاك مليان كولاترز هنا وهنا 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 فده اكتر ان هو يكون العيان الكونجنتال اللي مش موجود ولا اكتر ان هو يكون ترومبوز؟ اكتر ان هو يكون ترومبوز. لو في كولاترالز ما هو لو كونجنتال ابسنت فاكيد في ربنا خلق له حاجه ثانيه هنلاقي في ليفت سبيرو بنكيفا كده هيبقى يكون ان هو يكون اقرب ان هو يكون
مش هيبقى فيه كولاترالز كده. طيب كمان حاجه مهم هو ايه ده؟ ما هو ده السوبر فينا كيفا بس تحت، يعني الحته بتاعت السوبر فينا كيفا فوق يا احمد، بص هنا، هنا مش موجود هو اللي هو اصلا الفتله ده خلاص، بس تحت مفتوح، ودليل ان الازايجوس داخل فيه خلاص. فهو السوبر فينا كيفا تحت موجود بس اتنيويتد خلاص، بس موجود، فدليل ان هو الجزء الفوقاني بتاعه هو الايه، هو الثرومبوز خلاص. طيب فده عنده سوبر فينا كيفا ثرومبوز، وايه اللي جاي يخش فيه ده؟ المفروض اللي جاي يخش في الناحيه الثانيه بريك فالك بتاع الناحيه الثانيه، بريك فالك بتاع الناحيه الثانيه ماله ايه؟ فتله برضه. فالعيان ده عنده سوبر فينا كيفا مقفول، وعنده ايه، وعنده بريك فالك مقفول، وحتى لو كملنا شويه هنلاقي ان البريك فالك بتاع ده برضه اللي هو اليمين ده مقفول، واللي فتح فيه اللي هو ده السبكريبيان بدا يفتح. فالعيان ده عنده بريك فالك على الناحيتين مقفولين، والابر بارت بتاع سوبر فينا كيفا ثرومبوز. وفي بقى كولاترالز كتيره جدا عنيفه جدا موجودين في الشيست اهو، شايفين دول كولاترالز كلهم خلاص، كولاترال حتى في موجودين كولاترال موجودين على اللاتر ارت بارت بتاع الايه، بتاع الشيست، والازايجوس والهيم ازايجوس برده ايه كبار شويه خلاص. ففي كولاترالز موجودين اهم، موجودين الونج الشيست وول والميديا ستاين. فده يقول ان العين ده عنده ثرومبوز فين؟ في السوبر فينا كيفا والبيج فايت. يبقى العين لحد دلوقتي عنده ايه؟ تمام. وايه كمان في الاصل؟ في البلمونري كان ايه؟ كان ترومبوز برضه، كان في مشكله في البلمونري. تمام. طيب مفيش حاجه نورت لحد دلوقتي؟ ماشي. طيب كويس ماشي، البلمونري الناحيه الثانيه كويس مفيش مشكله. طيب هقول لك حاجه كمان، ايه رايك في الاورطه ده؟ ثيكنينج صح، الله ينور عليك، في ثيكنينج. وايه كمان؟ تعال نمشي كده كمان من فوق، شايفين البرانشات بتاعت الاورطه ثيكند، وحواليها ايه؟ تحس ان في شيتس كده حواليها، شيتس، في سمارجنج سراوندنج فات بينز. طيب برضو ما فيش حاجه نورت؟ اي حاجه نورت؟ هو السؤال ده الواحد بيضرب اكتر بس الله ينور عليك. العيان ده بيسد ليه؟ لان انا شايف ايه؟ انا شايف حاجتين، انا شايف في ثرومبوزس في البلمونري ارتري خلاص، ومعاه فينا كيفا يعني فين ثرومبوزس، فده اكتر من ان هو يكون اللي يعمل ثرومبوزس هنا، اللي يعمل ثرومبوزس هنا في الارتري فين الوحيد ذيس از بيسد. كمان كمان كل الفينز المقفوله او كل الارتز اللي انفولفد من ساينز الفاسكولايتس، من ساينز بتاعت الفاسكولايتس انك تلاقي في ثيكرنج موجود في الوول زي كده، ودايما تلاقي الفات لينز اللي حواليه تلاقيها ديرتي، فيها سمادجنج سراوند افكت، تحس ان في شيتس حواليهم. هو المنظر ده شايفين، ده شايفين البرانشات بتاعت الاورطه كلها حواليها ايه؟ كلها حواليها شيتس كده. الشيتس ده يقول ان ذيس از افاسكولايتس، يعني انا لو شفت كده ذيس از ساينز بتاعت الفاسكولايتس. يبقى العيان ده عنده افكشن للاورطه وبرانشات، وعنده افكشن للبلمونري ارتري، ده ارتري والباورطه ده ارتري، وكمان عنده افكشن للسوبيريو فينا كيفا، فعنده سوبيريو فينا كيفا مقفول كمان. اللي يعمل يأفكت ارتري وفين، يأفكت ارتري وفين في فاسكولايتس هو البيسيد ديزيز. فدايما لما تلاقي بالمونري ستينوتك او بالمونري في مشكله في الارتري في البالمونري، في مشكله في السوبيريو فينا كيفا او الـ او الـ او الـ او الفين، لازم تفكر ان ده ذيس از اللي هو بيسموه فاريبل فيسل فاسكولايتس، اللي هو بيسيد ايه؟ بيسيد ديزيز. تمام؟ خلاص؟ فدي حاله بيسيد بتاع فيها ارتري افكشن، فيها فينس افكشن، وفي نفس الوقت شفنا الساينز بتاعت الفاسكولايتس لما بتيجي تافكت الارتريز اللي فيها دايما تلاقيها في ثيكرنج محوط الارتري، وفي شيتس كده محوطه الايه الارتريز، وفيها سماتشنج سراوندنج فابلينز. لو بصيتوا حتى الشيتس ديت ممتده حوالين الستنت اللي متركبه، يعني البلمونري ارتري هتلاقي فيه شيتس حواليه، السوبيري فينا كيفا المقفول ده هتلاقي فيه شيتس حواليه برضو، يعني يطلعوا كده شايفين في دايما شيتس محوطه الايه البلمونري، حتى الحته المقفوله منه شايفين فيها حواليها في سماتجنج سراوند، في شيتس كده محوطه كل الحته بتاعت الايه بتاعت الميدياستاين خلاص، باين قوي الشيتس اللي محوطه البرانشات والسماتجنج سراوند دي، دي ساينز بتاعت الفاسكولايتس خلاص. على حسب بقى الفاسكولايتس ده انفولفنج ايه، لو انفولفنج ارتري وفين يبقى لازم نفكر في بيسز ايه، بيسز ديزيز. تمام ماشي، دي حاله بيسز من ضمن الحالات الظريفه يعني.
بس كده كويس. ماشي، حد عنده اي سؤال بجد؟ طيب بخبطه. طيب سجل المواد.